بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بالحي السابع في مدينة نصر. ومن شرط الأصل بعد أن تكلم على شرط الفرع شرع يتكلم على شرط الأصل. ومن يعني أنه لم يستقصي كل شروط الأصل، حيث إن هناك شروطا أخر للأصل لم يذكرها إمام الحرمين. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه، أي حكم الأصل اللي هو المقيس عليه، ثابتا بدليل، سواء كان هذا الدليل نص أو إجماع، متفق عليه بين الخصمين، أن يكون أولا بدليل، ثانيا أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، يعني بين المتجادلين، بين المتناقشين. إن كان هناك من يعارضه في القياس، فإن لم يكن هناك من يعارضه في القياس فيشترط أن يكون ثابتا عنده في اعتقاده، في منهجه، في حكمه، ليكون القياس حجة على الخصم. يعني إحنا أنت متفق على دليل الأصل وأنا متفق، ومتفقين على الحكم ومتفقين، هيا بنا بعد ذلك ننتقل إلى الكلام في شيء آخر، لأنه لو لم يكن الخصم موافقا على الحكم لانتشر البحث، هيذهب إلى إثبات دليل الأصل وننسى مسألة القياس، وهذا ما يسمى بتشعيب البحث. تشعيب البحث أن ننتقل من صورة إلى صورة إلى صورة وما لا نهاية. هننتقل من الكلام على الأصل إلى الكلام على حكمه، وبعد ما ننتقل للحكم ننتقل في الكلام على الدليل، وبعد ما نتكلم في الكلام على الدليل نتكلم على يعني المنهج الذي ثبت به الدليل، وهكذا وهكذا وهكذا، فلا ينتهي الأمر أبدا. ليكون القياس حجة على الخصم، وإن لم يكن هناك خصم فيحتاج القائس عند منعه إلى إثبات وإن لم يكن متفقا عليه بين الخصمين، وإن لم يكن متفقا عليه بين الخصمين، فيحتاج القائس الذي يثبت الحكم بالقياس عند منعه، يعني عند منع الخصم، إلى إثباته. منعي ايه؟ يقول له لا، ده دليل او حكم الاصل انا لا اوافق عليه. طب هيا بنا نذهب في اطار اقامة الدليل على حكم الاصل. يبقى هننتقل اهو، والانتقال ده هيؤدي بنا الى اننا سنفتح في ملفات اخر، والا فيحتاج القائس عند منعه، يعني عند منع الخصم لحكم الأصل، إلى إثباته، يعني إلى إثبات حكم الأصل، فينتقل، أي يترتب على ذلك ويتفرع عليه أن البحث ينتقل إلى مسألة أخرى وهي إثبات حكم الأصل، وينتشر الكلام. ينتشر يعني إيه؟ يعني ينتقل إلى ملفات أخر، ويفوت المقصود. هو المقصود إثبات الحكم في الفرع بالقياس، هيفوت المقصود، لأن المقصود هو إثبات الحكم في الفرع بالقياس، هننتقل للكلام على حكم الأصل ودليل حكم الأصل و إلى آخره.
وأفهم كلامه حيث خص الاتفاق بين الخصمين فقط بأنه لا يشترط أنه أي بأنه لا يشترط اتفاق الأمة، يعني ليس الشرط أن تتفق الأمة بأكملها وبأسرها أي حيث من حيث مجتهدوها على حكم الأصل، لا ممكن أنا وأنت الخصمين المتناظرين نتفق على حكم الأصل حتى وإن كانت الأمة لا تتفق عليه. وأفهم كلامه أنه لا يشترط اتفاق الأمة أي علماء الأمة مجتهدو الأمة ولا اختلافهم، لا يشترط لا اتفاقهم كلهم ولا اختلافهم كلهم على حكم الأصل، أهم حاجة المتناظرين. وهو كذلك، هو يعني إيه؟ يعني ما فهم من أنه لا يشترط اتفاق الأمة ولا اختلافها هو كما فهم. والدليل على ذلك طيب كلام آخر، قال وخرج بقوله بدليل، بقوله اللي هو مين؟ إمام الحرمين، لأن إمام الحرمين قال إيه؟ ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل إلى آخره. هو قال بدليل ليه؟ الدليل ده يخرج إيه؟ قال بدليل ما إذا كان الحكم متفقا عليه. حكم إيه؟ حكم الأصل، خليك معايا، حكم يعني حكم الأصل. أنا في كتابي مثل هذه بنسميها الفك، فك العبارة، أنا بقيدها في كتابي عشان تنضبط المسألة وانت ماشي كده. حكم يقصد بها حكم الأصل، متفقا عليه الضمير راجع على حكم الأصل، يبقى الحكم متفق عليه ولكن بعلتين مختلفتين. يعني الحكم هو الوجوب مثلا، يعني الحكم في الأصل هو الوجوب، وعند الخاص الحكم هو الوجوب، لكن العلة اللي عند الأصل عند أحد الطرفين تخالف العلة التي عند الطرف الآخر، يبقى لا، هو عايز، يبقى الحكم يريد أن يقول بأن الحكم يكون ثابتا بدليل مع علة متفقة عليها بين المتناظرين، فخرج بقوله بدليل إلى آخره ما إذا كان الحكم أي الحكم في الأصل متفقا عليه بين الخصمين، هذا يقول بأنه واجب وهذا يقول بأنه واجب مثلا يعني، لكن بعلتين مختلفتين، كل واحد بيقول لا العلة عندي غير العلة عنده، يبقى ده خرج من ما نريد، لأن برضك احنا عايزين أن يكون الحكم ثابتا بدليل مع اتفاق على العلة في كل من عند كل من الخصمين، كما في قياس حلي البالغة. على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، حلي الصبية على حلي البالغة في عدم وجوب الزكاة، ده طرفين بيتناقشوا، واحد بيقول حلي البنت الصغيرة لا تجب فيه الزكاة، والآخر يقول حلي المرأة الكبيرة لا تجب فيه الزكاة، متناظران واتفق على الحكم، ولكن العلة في حلي الصغير يختلف عن العلة في حلي الكبير، العلة مختلفة. متفق عليه بينهما
بيننا وبين الحنفية. الحنفية بيقولوا إن حلي الصغيرة لا زكاة فيه، وحلي الكبيرة لا زكاة فيه. وإحنا بنقول لهم إحنا معاك، حلي الصغيرة أيضا لا زكاة فيه، لكن عشان هو حلي صغيرة ولا من أجل أنه حلي؟ حلي. الشافعي يقول لا من أجل أنه حلي، تاني يقول لا ده من أجل الصغر. هنقول له والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا. شايف الذات، الذات عندنا مع اتصافها بالحل هي العلة، يعني لكونه حليا ولكونه ليس محرما مباحا، من أجل ذلك سقطت فيه الزكاة. وعندهم لا، كما قلت لكم كونه مال صبية لا بالنظر لكونه حلي. فالحكم عندنا وعندهم واحد، وهو عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة، لكن عندنا لكونه حليا مباحا، وعندهم لكونه مال صغيرة. يبقى العلة اختلفت فيما بيننا وبينهم. يبقى ده ثبت بإيه؟ بعلتين مختلفتين. احنا عايزين ان الاصل يكون ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين مع اتفاقهما في مسلك العلة او في العلة، وهو مركب الاصل. الحكم اللي ثبت بعلتين مختلفتين ده بيسموه مركب الايه؟ مركب الاصل. وهو اي القياس المشتمل على ما ذكر يسمى، يبقى القياس الذي اشتمل على ان هذا يقول بعلة وهذا يقول بعلة ده بيسموه قياس مركب الاصل. سمي بذلك لتركيب الحكم اي بنائه على علتين بالنظر الى الخصمين، الى الخصمين بيسموه مركب الاصل، لان ده عدم الوجوب تركب على علة وعدم الوجوب تركب على علة أخرى، فده مركب الإيه؟ مركب الأصل. أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، أو لعلة، أو كان الحكم، بص بص، أو دي عايدة الإيه؟ يعني أو كان الحكم متفقا عليه بينهما لعلة. يبقى ما بين أو وما بين علة تكتب كده الجملة اللطيفة دي تفك بها العبارة، أو كان الحكم متفقا عليه بينهما أي بين الخصمين. لعلة يعني ثابتا بعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل. الخصم بيقول ايه؟ لا، العلة دي مش موجودة في الأصل، في المقيس عليه. طب عايزين مثال، لأن يا مولانا بالمثال يتضح المقال. كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنت لسه ما اتجوزتهاش ونفسك فقلت كده إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال يقع الطلاق. فهم قسوها على إبا مشايخ على فلانة
التي أتزوجها. طالق في عدم وقوع الطلاق في كل منهما. وإيه الفرق؟ فرق إن ده تعليق وده وصف. إن تزوجت فلانة فهي طالق، ده تعليق أهو، إن تزوجت فلانة فهي طالق. طيب فلانة التي أتزوجها ده وصف بقى بالزمان، أتزوجها طالق. قال فلانة التي أتزوجها طالق لا يقع فيها الطلاق، قياسا على فلانة التي، لا إن تزوجت فلانة فهي طالق مقيسة على فلانة التي أتزوجها طالق، في أن كل منهما لا يقع فيه الطلاق بعد التزويج. طيب تزوجت التي قلت عنها بأنها إن تزوجتها فهي طالق، ما يقعش الطلاق. طب تزوجت التي قلت عنها فلانة التي أتزوجها، فلانة التي ده وصفناها هو أتزوجها طالق، لا يقع الطلاق. فإن عدم وقوع الطلاق في الأصل هو المقيس عليه متفق عليه بيننا وبين الحنفية، اللي هو إيه؟ اللي هي فلانة التي أتزوجها طالق، لا يقع الطلاق بالاتفاق بيننا وبين الحنفية. والعلة هي تعليق الطلاق قبل ملكه. احنا عندنا ان ده علق الطلاق، وهو علق قبل ان يملك الطلاق. يعني انت جوزتها لسه؟ لا. طب انت ملكت الطلاق؟ لا. يبقى اذا علقت قبل الملك لا يقع. ده العلة كده، أنه تعليق الطلاق قبل أن تملكه، قبل ما تملكه. والحنفي يمنع وجودها في الأصل، اللي هو إيه؟ احنا قلنا الأصل هو التي أتزوجها، والفرع إن تزوجته. فالحنفي بيقول، احنا بنقول لا يقع العلة في الأصل اللي هو أتزوجها، لأنه تعليق للطلاق قبل ملكه. أبو حنيفة بيقول لا، ده مش تعليق، ده تنجيز. إحنا بنقول تعليق، ومن أجل هذا قسنا هذا عليه، اللي هو قسنا إن تزوجته على التي أتزوجها، بجامع أن كل منهما فيه تعليق الطلاق قبل ملكه. وابو حنيفة بيقول لا، أنا أمنع أن تكون العلة في الأصل هي تعليق الطلاق. أمال يا مولانا، أمال يا سيدنا، أنت منجز. التي أتزوجها مفيش تعليق. طيب ويقول هو تنجيز فلا يصح القياس عليه. لأن أنت بتقيس المعلق على المنجز، والعلة مختلفة. فده بيسموه بقى، بيقول لك ده مركب الوصف. ده يا مشايخ مركب الوصف. ليه؟ قال والله لأنه بني الحكم فيه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. ما هو حنيفة بيقول يا مشايخ، بيقول إن الأصل وهو التي أتزوجها، العلة مش هي تعليق الطلاق قبل الملك، ده ما فيش تعليق، ده في تنجيز. لأنه قال أتزوجها، ما قالش إن تزوجتها. فده بيسموه مركب الإيه؟
مركب الوصف. يعني ايه مركب الوصف؟ يعني ركب على وصف وجعل الحكم على وصف لا يقول به الخصم. لان ابو حنيفة بيقول لا، العلة ليست هي التعليق في المقيس عليه. فإن المشهور عند الأصوليين أنهما اللي هو إيه وإيه، مركب الوصف ومركب الأصل، غير مقبولين. إنه عند دول عند الأصوليين غير مقبولين في باب القياس. وإن كان الخلافيون يقبلون ذلك نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل، الأصولين ما بيقبلوش، أما الخلافيين من الخلافيين ده، دي جماعة أقيمت في كل مذهب حتى تدافع عن أصول المذهب، بيقبلوا هذا في الجدل والمناظرة. الأصولين يقولون لا، هذا غير مقبول. فإن لم يكن خصم، احنا اتكلمنا ان في نوعين، اما ان يكون هناك خصم واما ان لا يكون هناك خصم. ان كان هناك خصم يشترط ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وان لم يكن هناك خصم فالشرط، فيشترط في هذه الحالة ثبوت الحكم اي حكم الاصل بدليل يقول به القائس. طيب ما فيش خصم، الدليل دليل الاصل انت بتقول بيه، اه خلاص هذا هو الشرط. لكن ما انت بقى ما تكونش انت القائس وتاتي بدليل انت مش معترف بيه، تاتي بدليل لحكم الاصل. طيب كلام جميل. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم الاصلي بدليل يقول به القائس. وأفهم كلامه أنه لا يشترط دال على جواز القياس على الأصل بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه أي الأصل وهو الراجح، لأنه لم يشترط هذا. وما دام أنه لم يشترط هذا فذلك لا يكون شرطا. وأفهم كلامه أنه لا يشترط دال، يعني وجود دليل يدل على جواز القياس على الأصل بنوعه، يعني مش لازم يكون هناك دليل ويقول يجوز القياس على نوع هذا الأصل. يعني مثلا على الطلاق يجوز القياس على الطلاق، لا يشترط هذا. أو شخصه يجوز القياس على التعليق في الطلاق، اتكلم على الشخص اهو. ولا الاتفاق على وجود العلة، يعني ولا يشترط في القياس ان تكون العلة ثابتة باتفاق بين كل الأئمة، يكفي انها تبقى عندك انت ايها القائس. وهو الراجح فيهما، يعني في هذين العنوانين، اللي هو انه لا يشترط دليل يدل على جواز القياس اما في النوع نوع المسألة أو إما في شخص المسألة. ومن شرطه، يعني ومن شرط القياس. ومن هنا كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا للتبعيض، لأنه لم يأتي بكل الشروط وإنما ذكر بعضها، أن تضطرد العلة في معلولاتها. أن تضطرد يعني العلة في معلولاتها، المعلولات اللي هي الأحكام، وجمعت باعتبار تعدد المحال، ما قالش أن تضطرد في معلولها، بيقول في معلولاتها، ده جمع. طب هو جمع ليه؟ ما هو بيقول لك ومن شرط العلة، ما كان قال الحكم، ما كان ما قال الحكم وخلصنا، قال لأ، لأنه هي متعددة، الحكم هنا وفي حكم هنا وفي حكم هنا وفي حكم هنا، فهي متعددة. بألا توجد التصوير بقى، يعني صورة ذلك
ألا توجد أي العلة دون معلولاتها، يعني دون الأحكام. اضطرادها معناها إن العلة لا توجد وتنتفي الأحكام. لا، ده من شرط العلة ألا يتخلف الحكم عنها إلا لسبب. فلا تنتقض، أي فيترتب على ذلك عدم انتقاضها لا في اللفظ ولا في المعنى. يبقى إذا ذكرت لفظا ذكر معها الحكم، وإذا انتفت لفظا انتفى معها الحكم، وفي الوجود وفي الوجود كذلك، والاتنين متلازمين، يعني الوجود اللفظي معه الوجود الخارجي. فلا تنتقض لفظا ولا معنى. طيب، تمييزان اللي هو ايه؟ لفظا ومعنى، محولان عن الفاعل. يبقى تمييزين دولت محولان عن الايه؟ عن الفاعل. هي اصلها ينتقض اللفظ والمعنى في هذه الصورة، أي فلا ينتقض لفظها ولا معناها. يبقى لفظا ومعنى ده إيه؟ تمييز محول عن الفاعل، كاشتعل الرأس شيبة، اشتعل شيب الرأس، الشيبة هو اللي اشتعل مش الرأس، اشتعل الرأس شيبة. يقول لك شيبة ان تمييز محول عن ايه يا اولاد؟ محول عن الفاعل، وفي محول عن المفعول، واشياء كثير. الراجل اهو بتاع النحو. واشتعل الرأس شيبة، اشتعل شيبه الرأس. وهنا ايضا تنتقض، ينتقض لفظها ومعناها، يعني لا ينتقد لفظها ومعنى العبارة. والمصنف إنما قسم الانتقاد إلى اللفظي والمعنوي، لأنه إن نظر إلى تخلف، يعني إن نظرنا إلى اللفظ وأن الحكم قد تخلف كما قلت لكم عن العلة، فده يسمى تخلف لفظي في اللفظ، فهو من النوع اللفظي. وإن نظر إلى تخلفه عن المعنى في الوجود الخارجي مش الوجود اللفظي، فيسمى إيه؟ معنوي. معنوي مقابل للفظي، معنوي اللي هو الخارجي، إن خارجا خارج اللفظ خارج العقل خارج الذهن وجدت العلة وانتفى الحكم، فهو المعنوي. وإن لزم، بس المصنف من أجل أنه كتب هذا الكتاب للمبتدئين لعله أراد أن يفصل وأن يشرح لهم هذا الحال، وإن لزم من تخلفه عن أحدهما، لأنه إذا تخلف في اللفظ يلزم منه أن يتخلف في الوجود الخارجي، تخلفه في الآخر لأنه يلزم من التخلف عن الدال الذي هو اللفظ تخلفه عن المدلول الذي هو المعنى وبالعكس. فالتسمية بقى إلى لفظ وإلى معنوي ده أمر اصطلاحي فقط. قال: فمتى انتقضت لفظا، شوف بقى برضك احنا بنقول ايه؟ انتقضت لفظا يعني انتقض لفظها، لان احنا قلنا ان ده تمييز محول عن الايه؟ عن الفاعل. بأن صدقت، يعني وجدت الأوصاف اللفظية يعني المعبر بها، أي بهذه الأوصاف اللفظية، في صورة دون الحكم، يبقى ده سموه إيه؟ انتقاد لفظي. وصوره لنا بطريقة لطيفة، أو معنى، أو انتقاد في المعنى. بأن وجد المعنى المعلل به في صورة دون الحكم فسد القياس،
لأن الانتقاد يؤدي إلى فساد القياس، وفسد القياس ده إيه؟ جواب الشرط. يعني فسد القياس يا مولانا؟ يعني لم ينعقد مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو كانت العلة مستنبطة. مثال الأول اللي هو الانتقاد اللفظي، أن يقال في القتل بالمثقل. عارفين احنا شرحنا بقى قضية القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بثقله كالصخرة، والمحدد يعني ما يجرح كالقتل بسكين. العلة ايه؟ انه قتل يعني ازهاق للروح، عمد يعني صاحبه متعمد وليس شبه عمد ولا خطأ، عدوان يعني اعتدى به، فيجب به القصاص كالقتل بمحدد، يعني قياسا على القتل بمحدد وهو الشيء الذي يقتله بحده، فينتقد ذلك، أي تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان، إنه وجد صورة فيها قتل وعمد وعدوان ولم تلحق بالقتل بمحدد، يبقى انتقده إنه وجد صورة من الصور وجدت فيها العلة وتخلف عنها المعلول والحكم، يبقى انتقده، فينتقد ذلك بقتل الوالد ولداه، فإنه لا يجب فيه القصاص، يبقى به أي بقتل الوالد ولداه، مع أنه صدقت الأوصاف المعبر عنها قتل عن عدوان. وإحنا منذ عدة أيام رأينا رجل على الفيسبوك يقتل ولده وعمد وعدوان، وهنا يقول لك لا يجب فيه القصاص. طب ما وجدت الأوصاف وتخلف الحكم مع وجود لفظ الجامع فيه، مع وجود أن اللفظ وجدت الأوصاف المعبر عنها وتخلف الحكم، يبقى ده انتقاد لفظي. ومثال الثاني اللي هو الانتقاد المعنوي، أن يقال تجب الزكاة في المواشي الإبل والبقر والغنم لدفع حاجة الفقير، أي لدفع احتياجه باستغنائه بها، لأنه لما يأخذ الغنم ويأخذ الإبل ويبيع يستطيع أنه يدفع حاجة الطعام والشراب إلى آخره، فيقال يبقى وجبت الزكاة في المواشي، علتها إيه؟ قالوا دفع حاجة الفقير. قال طب ما هي الجواهر الثمينة الغالية لا تجب فيها الزكاة، مع أنه يمكن سد حاجة الفقير منها بأعلى من المواشي. واحد معاه ألماظة تساوي لها 20 مليون جنيه، واحد معاه شوية مواشي يساوي لهم 300 ألف جنيه، وجبت الزكاة في هذه ولم تجب في هذه. ايه ده؟ تدى الجوهرة 20 مليون وجد فيها دفع حاجة الفقير ولم تجب الزكاة، يبقى انتقد هنا معنوي، انتقد الحالة هذه تسمى الانتقاد فيها بالانتقاد المعنوي. ليه؟ لأن الأوصاف موجودة اللي هو دفع حاجة المستحق بجزء من المال، وتخلف الحكم وهو الوجوب، وجوب إخراج الزكاة. ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقد ذلك، يعني ينتقد ذلك الوجوب بوجوده، يعني بسبب وجوده، فالباء هنا للسببية، في الجواهر ولا زكاة فيها،
ثم شفت بقى بيبني الكلام بعضه على بعض، كتاب متناسق وكتاب عالي جدا، واخد بالك؟ طب يا مشايخ، ثم تخلف الحكم عن الوصف اللي هم بيسموه نقض العلة أو تخصيص العلة، بعضهم يسمي هذا البحث بتخصيص العلة وبعضهم يسمي هذا البحث بنقض العلة، لدرجة أني بعض الكليات الأكاديمية المعاصرة كتب فيها هذا البحث رسالة مستقلة، بعضهم عمل رسالة ماجستير وبعضهم مش عارف عملوا ايه وهكذا، حاجة صغننة كده 9 مذاهب عن رسالة ماجستير. ثم تخلف الحكم عن الوصف، اما في وصف ثبتت علته او عليته بنص قطعي، شو بقى التشقيق، انتبه، تخلف الحكم عن الوصف. الوصف ده قد يكون ثبتت عليته بنص قطعي، أو يكون ثبتت عليته بنص ظني، أو يكون ثبتت عليته باستنباط، يبقى دي 3. نص قطعي والذي أثبت العلية، ظني والذي أثبت العلية، ثبتت العلة باستنباط. طب تخلف الحكم عن الوصف، ما عندنا 3 صور، ليه؟ إما أن يكون تخلف لمانع، يعني الحكم لم يوجد في هذه الصورة بسبب أن هناك مانع منعه من وجود الحكم مع وجود الوصف، أو إما أن يكون الحكم قد امتنع وجوده بسبب أن هناك شرط من الشروط قد فقد أدى إلى منع وجود الحكم، أو غيرهما، اللي هو المانع واللي هو فقد الشرط اللي هو الاستثناء، فهي 9 صور، لأن عندك قطعي ظني استنباط، وعندك مانع فقد شرط استثناء، 3 في 3 بكام؟ ب9، يبقى جت معاك كام؟ 9 أحوال، فهي 9 من ضرب، يعني حاصلة من ضرب 3 في 3، 3 القطع والظن والاستنباط في فقد الشرط والمانع والاستثناء، وما جرى عليه المصنف من أن النقد قادح، النقد اللي هو إيه؟ نقد العلة اللي هو وجود الوصف وتخلف الحكم، قال لا، ما دام الوصف موجود مع تخلف الحكم يبقى كده ده قادح في العلية. وما جرى المصنف عليه من أن النقد قادح مطلقا في كل الأحوال، اللي هو إيه؟ سواء كان لوجود للمانع أو لفقد شرط أو للاستثناء، هو قادح مطلقا. إزاي تقول إن دي علة والحكم غائب؟ لا 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 لا، يبقى أكيد مش علة، يبقى كده انتقضت عليته، ده قادح في العلية، يبقى دي مش علة، لأن العلة لا يتخلف عنها معلوله. ماشي كده بإيه؟ بنمط فكري. وهو أرجح المذاهب، قال هو أرجح المذاهب 9 اللي مذكورة. قال ابن السمعاني في القواطع، ابن السمعاني له كتاب اسمه قواطع الأدلة، طبع طبعة في 5 مجلدات، طبعة يعني محققة تحقيقا علميا. قال ابن السمعاني في القواطع:
وهو مذهب الشافعي ان تخلف الحكم عن الوصف يكون قادحا وناقضا للعلية لكونه علة. وجميع أصحابه إلا القليل منهم، إلا بعض القليل من أصحاب سيدنا الشافعي كان لهم رأي آخر، وهو قول كثير من المتكلمين. اختاروا أبو حامد وأبو الحسن الخرزي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة وأبو منصور الماتوريدي من الحنفية، وقال تخصيص العلة باطل، اللي هو تخصيص العلة إن الوصف يكون موجود ويتخلف الحكم. قال ده كده بقى تخصيص العلة ده باطل، دي مش علة. قال ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالعبث والسفه. ليه؟ قال لأنه أي فائدة من أن يكون أن تكون العلة موجودة ويتخلف عنها الحكم. ده العلة من أهم مهمتها أن تكون علامة على وجود الحكم، فوجودها مع تخلف الحكم عابس. فأي فائدة في وجود العلة ولا حكم؟ ونقله أبو زيد الخراساني انتهى. وعلى هذا فالفرق بينها وبين العام إن العام يجوز فيه التخصيص والعلة لا يجوز تخصيصه. يعني ايه تخصيص العلة؟ يعني انه الحكم يوجد في كل المواطن الا في الصورة دي، يبقى ده تخصيص. بعضهم سماه تخصيص كتخصيص العام. ان العام لغة يجوز اطلاقه على بعض ما تناوله. العام ممكن يستعمل فيه بعض افراده ابتداء، فاذا اورد لم ينافه. يعني لو ورد العام مرادا به بعض الأفراد لم ينافي، لأنه يجوز ابتداء أن يطلق العام ويراد به بعض أفراده. وأما العلة المستنبطة فإنها منتزعة بالقياس من الأصل، وما دام منتزعة بالقياس من الأصل يبقى هي مضطردة. كلما وجدت الحكم، كلما وجدت حكم، تخلفت يبقى هي مش علة. فكونك إن أنت تقول بتخصيصها يؤدي القول بتخصيصها إلى أنها ليس بعلة. والمذهب الثاني أنه غير قادح مطلقا في كل الأحوال، غير قادح سواء ثبتت عليته بنص، يعني سواء كانت العلة ثابتة بنص قطعي أو بنص ظني أو كانت ثابتة بالاستنباط، وهو المنقول عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، وسموه تخصيص العلة. سموا التخلف المذكور يعني تخصيص العلة. مثلا لو قال المعترض للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في الرمان وليس بربوي، بيقول له طب مش هو طعام؟ قال له طب ما هو الرمان طعام وانتوا بتقولوا ما فيهوش، يعني ما فيهوش مشكلة وليس ربا. قال له بس ده مش قادح. لم يكن قوله قادحا عند الحنفية، ووجود العلة المذكورة في الرمان مخصص، فكأنه قال الطعم إلا في الرمان. قال الطعم علة إلا في الرمان فإنه ليس بعلة، يبقى ده تخصيص. يبقى ايه تاني؟ صلى على النبي. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك علة الربا ايه؟ علة الربا فيه ما يباع بمثله في الأطعمة. قال له علة الربا في أن الشيء، يعني البر بالبر والقمح
كما ذكر في الحديث. العلة فيها ايه؟ اللي هو ربا البيوع. قال له العلة فيها انه هو باع طعاما بطعام، العلة فيها الطعم يعني، الطعام بالطعام. فقال لك والله تعليق الحكم بالمشتق يؤذنه بعلية ما منه الاشتقاق، يبقى العلة هي ان ده طعام. قالوا جميل، العلة بتقول انها طعام. قال له اه. قالوا طب ما الرمان انت بتقول في ايه؟ قال بقول انه هو يجوز ان يباع بمثله عدا وباكثر لانه لا ربا فيه. قالوا جميل. قالوا بس ده موجود في الطعم، الطعم ده هو علة الربا، ومفترض انه اذا وجدت العلة وجد مع المعلول. قالوا ماشي، بس انا بقول ان العلة هنا مخصصة، فكأنني قلت الطعم علة في كل أصناف الطعام إلا في الرمان فليس بعلة، ولذلك لا تثبت حرمة الربا فيه. ده كلام يعني ماشي. والثالث أي من المذاهب، لا يقدح في المنصوصة مطلقا في صورها. العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. منصوصة يعني النص دل عليها بطريقة من طرق الإثبات فبيسموها منصوصة نسبة إلى النص. وفي علة مستنبطة، لا مش منصوصة، ديت مستفادة بأحد طرق الاستنباط فبيسموها ايه؟ بيسموها علة مستنبطة نسبة الى، يعني انها مستخرجة بادوات معينة لاستنباط العلة. فبيقول له كده لا يقدح النقد في المنصوصة يعني في العلة المنصوصة مطلقا في صورها. صورها اللي هي ايه؟ سواء كانت ثابتة بدليل قطعي أو بدليل ظني. ويقدح في المستنبطة، يعني العلة المستنبطة يقدح فيه، لأن العلة المنصوصة ثبتت بنص فثبوتها قوي، لا يزعزعه تخلف في صورة من الصور. وأما المستنبطة فلضعفها إذا لم يوجد الحكم في صورة من صورها كان مبطلا له لكونها ضعيفة. ده الفكرة كده يعني، بيفكر بالطريقة دي يعني. ويقدح في المستنبطة يعني في العلات المستنبطة في صورها الثلاث، اللي هو سواء كان تخلفها لمانع أو شرط أو استثناء، اللي هم بيسموه التخصيص. والرابع عكسه، ان هو يبقى قادح في المنصوصة غير قادح في المستنبطة. قال وهو القدح في المنصوصة مطلقا، يعني سواء كان ثبوتها قطعي او ظني او استثناء. ايه؟ احنا قلنا ثلاث. استنباط، لا ما هي استنباط ايه؟ استنباط يا مولانا، يا مولانا قطع وظن بس، دي منصوصة. المنصوصة في مقابلة المستنبطة. خليك معانا. وعكسه هو القدح في المنصوصة مطلقا وعدم القدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط. لكن هناك العلة المنصوصة قطع ظن، لأن التخلف له لا يبطل كون الوصف علة في حد ذاته. يعني إذا كان التخلف لمانع ما يبطلش إن الوصف ده علة،
أو التخلف لعدم شرط، ما يبطلش إن الوصف ده علة، ده الحكم لم يوجد بسبب وجود المانع وبسبب فقد الشرط. ولو ارتفع المانع لوجد الحكم، ولو ارتفع أو لو وجد الشرط وارتفع عدم الشرط لوجد الحكم. طب ما الفرق بقى ما بين هذه وبين هذه؟ قالوا لأن مسلك المستنبطة، المستنبطة جت ازاي؟ مسلك المستنبطة هو إن أننا وجدنا الحكم دائما يوجد مع هذا الوصف، فاستنبطنا إن الوصف ده علة للحكم ده، لأننا وجدنا اقترانا مستمرا مستقرا بينهما، كلما وجد الوصف وجد الحكم. ولا وجود للمصاحبة في صورة التخلف، فلا يدل التخلف المذكور على العلية. قال له لأنه لما تخلف في الصورة دي مش علة، لأن العلة ثبتت للوجود، الوصف موجود الحكم موجود، الوصف موجود الحكم موجود، الوصف موجود الحكم موجود، يبقى فهمنا أن هذا الوصف علة بسبب الوجود، فإذا لم يوجد يبقى نفهم أنه ليس بعلة في الصورة دي. ده مسلك المستنبطة هكذا، بخلاف المنصوص فإن مسلك كونها العلة تصريح النص بها، ده النص هو اللي قال إنها علة. النبي بيقول لك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، ده النص هو اللي دل عليها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، نص هو اللي قال إنها علة. زي مثلا من أجل الدافة، ادخار لحوم الأضاحي، ده نص هو اللي بيقال إن هي علة. وذلك حاصل في صورة التخلف، النص الوصف موجود والنص هو اللي قال إنها علة لانتفاء الحكم في صورة التخلف. وذلك حاصل في صورة التخلف، وانتفاء الحكم في صورة التخلف يبطل كونها علة، يعني يبطل التخلف كونها علة. وذلك بأن يوقفه عن العمل حتى يوجد مرجح، وليس المراد بإبطاله إلغاء الوصف رأسا يعني، إنما هو بيوقف العلة عن العمل واستدعاء الحكم. يبقى عندنا علة منصوصة وفي علة اسمها يا أولاد مستنبطة. العلة المنصوصة بيقول لك النقد يكون قادح، يعني نقد يعني إذا وجد الوصف وتخلف عنه الحكم هذا يقدح في كون هذا الوصف علة. النقد ده في العلة المنصوصة بيقول إنها مش علة، يقدح، يبقى الوصف ده ماشي موجود ولكن ليس كونه علة، ده موقوف عن العمل. ولذلك شوف أنا قلت لك أهو، وليس المراد بإبطاله إلغاؤه رأس إلغاء الرأس، لا ده إلغاء وصفه إن هو علة، بس الوصف موجود، ما حدش قال مش موجود. وعدم القدح في المستنبطة خلاص. والخامس أنه لا يقدح في المستنبطة مطلقا ولو بلا مانع أو عدم شرط دون المنصوص. لأنه هنا الفت بيقول لك إيه؟ القدح في المنصوصة مطلقا، وهنا بيقول وعدم القدح في المستنبطة إذا كان ده بقى الفرق ما بين المذهب ده واللي قبله، لمانع، يعني إذا كان التخلف بسبب مانع أو كان التخلف بسبب عدم شرط.
هنا بقى بيقول لك لا يقدح في المستنبطة مطلقا، سواء كان تخلف لمنع أو لغير مانع. كان التخلف ليه؟ لعدم وجود شرط أو لغير ذلك. لأنه بيقول لك بلا مانع، ولو بلا مانع وجد مانع، ما وجدش مانع لن يكون التخلف مبطلا للعلة المستنبطة. وجد الشرط عدم الشرط لن يكون التخلف مانعا من كونها علة. دون المنصوصة، المنصوصة دي ايه؟ دي حاجة تانية. يعني ايه بقى؟ يعني نفس المذهب اللي فات، ان هو يقدح فيه المنصوصة. دون المنصوصة يعني يكون قادحا في المنصوصة مطلقا، فدليلها ودليل اللي فات اللي احنا قلناه انه قادح في المنصوصة مطلقا، سواء كان يعني ثبوتها ظني او ثبوتها قطعي. والسادس انه اذا كان التخلف لمانع او فقد شرط لم يقدح مطلقا، لا في المنصوصة ولا في المستنبطة. إذا كان تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لفقد شرط من شروط الوصف لم يقدح مطلقا، لا في المنصوصة ولا في المستنبطة. واختاره البيضاوي والهندي، الإمام البيضاوي صاحب المنهاج اختار هذا، والهندي الصفي الهندي صاحب نهاية الوصول طبع في 10 مجلدات، وعزاه ابن السبكي لأكثر فقهائنا الشافعية. والسابع، والمذهب السابع ده في 10 مذاهب لسه، يقدح مطلقا سواء بقى في المنصوصة سواء في المستنبطة سواء كذا كذا إلى آخره، إلا أن يرد التخلف على سبيل الاستثناء، إلا أن يرد التخلف على سبيل الاستثناء. يعني يبقى النص قايل لك إن هي علة إلا في الصورة الفلانية، بس يبقى خلصنا. ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا، ده بيبقى معترض على كل المذاهب السابقة، وهي بيع الرطب والعنب قبل القاطع. ايه هي العرايا؟ بيع الرطب، البلح الرطب ده بالتمر، والعنب بيعه بالزبيب، بالزبيب على الأرض. يعني اللي بيحصل ايه؟ يجي الحاجة بتبقى على الشجر، فيجي الشخص اللي هو صاحب المزرعة يريد أن يبيع هذه الأشياء بمثلها من أجل يعني أنه هو يحصل المال لحاجته إليه. فلو احنا نظرنا هنقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لأن حضرتك هتبيع تمر بتمر غير معلوم التساوي في معيار الشريعة، وهتبيع عنب بزبيب غير معلوم التساوي في معيار الشريعة، فما ينفعش. إلا إن هو يعني أجيز بيع العرايا للحاجة، يعني لحاجة الملاك، إن هو بيخش كده بيقول له والله الشجر ده في مثلا كذا وهيعمل كذا وهنبيعه بما يقابله بكذا، يبقى دي اسمه ايه؟ وارخص في العرايا، يعني ارخص فيها بمعنى انه جوزها لحاجة الناس اليها، وهي بيع الرطب بالتمر على الارض وبيع العنب بالتمر على الارض، مع ان العلة موجودة فيها علة الربا اللي هي الطعمية، لكنه ورد على سبيل الاستثناء. مش قال لك كده هو منع من بيع كذا بكذا إلا العرايا فإنه أرخص فيها، يبقى ورد ذلك على سبيل الاستثناء.
طيب فين احنا؟ بيقول لك وهي بيع الرطب او العنب قبل القطع. ده قبل القطع ايه؟ قبل قطع الرطب وقطع العنب. بتمر او بزبيب، مش بتمر وزبيب على الشجر، ده على الارض لبيان الواقع. فانه ناقض لجميع العلل التي علل بها الربا. يعني ده كده اهو، لو عللت الربا بانه هو طعم، طب ما هو في الصوره ديت الطعم موجود ولم يحرم الربا. لو عللت ان الربا حرم من اجل انه مكيل مدخر كما تقول المالكيه مثلا، طب ما هو ده مكيل مدخر وما تحرمش فيه. لو عللت بانه هو قوت، طب ما دي اقوات ولم يحرم فيه. لو علق كل العلل التي علل بها الربا، هذه الصورة واردة على جميع المذاهب. يقول لك ويعترض على جميع المذاهب، موجودة في كل المذاهب عند كل من قال بعلة، موجود الصورة ديت ومستثناه. فإن جوازه اللي هو العراية أو البيع المذكور، فإن جوازه مش العراية لا البيع المذكور، فإن جواز البيع المذكور وارد على كل قول في علة الربا. ما من أحد علل الربا إلا وهذه الصورة يعني شوكة في ظهره. هتعمل فيها إيه بقى؟ أقول خلاص دي وردة على سبيل الاستثناء من الشرع. هي ولكن الشرع له أن يفعل ما يشاء. أتى وقال هذه الصورة ليست بحرام مع وجود العلة فيها، له أن يفعل ما يشاء. لكن في غير هذه الصورة لا، هي علة وحرام ولا يجوز الاقتراب لها. فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم، ده بيان للعلة. بعضهم قال هو الطعم كالشافعية والكيل، وبعضهم قال لا ده الكيل والادخار مثلا، والمال يعني انه هو نامي في نفسه، مال نامي. وحتى العطار بيقول يعني ان مين اللي علل بالربا؟ مين اللي علل الربا بالمال؟ قال كده ما فيش حد علل بيه. استغرب هذا، لان العبارة دي بتاع جمع الجوامع، بتاعت المحل على جمع الجوامع. قال فلينظر من علل بها، مين اللي علل بالمال؟ وكأنه استغرب لأنه لم يجد أحد يعلل به المال. والعبارة دي وقعت في كلام الإمام المحلي على جمع الجوامع. قال مع أنه غير قادح في علية أحدها، مع أنه بص بقى في الصورة دي أهو، هذه الصورة ليس يعتبر قادحا في العلية عند أحد منهم، ليس التخلف في هذه الصورة قادح في علية الربا. من قال بالطعم استثنى هذه الصورة ولم يقل الطعم يعني ليس علة لكونه تخلف في بعض الصور، ومن قال بالقوت كذلك، ومن قال بالكيل كذلك، وهكذا. مع أنه غير قادح في علية أحدها، لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها، أي بأحد هذه الأشياء، إما الطعم والقوت، لأن بعضهم يعني علل بالقوت أنه قوت، وبعضهم علل بالكيل لأنه مكيل مدخر. لكن الإجماع قال إن هي معللة بأحد هذه، لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها، يعني بأحد هذه الأوصاف، وهو أدل يعني، والإجماع أكثر دلالة على العلة العلية. ده الإجماع دل على العلية،
فإذا تعارض الإجماع الذي يقول بأنها علة والنقد الذي يقول بأنها ليس بعلة، قد أن الإجماع لأنه أقوى، هو أدل على العلية من النقد على عدم العلية. يعني الإجماع يدل على أن هذا الوصف علة، والنقد يدل على أنه ليس بعلة. أيهما تقدم؟ أقدم الإجماع لأنه قوي في بابه. قال: وهو أدل على العلية من النقض على عدم العلية. والثامن يقدح في العلة الحاضرة دون غيرها. يعني إيه علة حاضرة؟ يعني العلة التي ينبني عليها حكم التحريم، وهناك علة ينبني عليها حكم الإباحة. فالعلة سميت بحاضرة لأنها تسببت في الحظر، وسميت علة مبيحة لأنها تسببت في الإباحة، لكن مش هي اللي حاضرة. الحاضر هو الله، لأن المشرع هو الله والمبيح هو الله، ولكنها سبب في ذلك. والثامن، يعني المذهب الثامن، يقدح في العلة الحاضرة دون المبيحة. يعني لو في علة وصف، وهذا الوصف أنتج حكما هو الحرمة مثلا، ووجدنا في صورة أن الحكم قد تخلف عن العلة، يكون قادح. تخلف ده يكون قادح في أن هذا الوصف علة، لكن المبيحة ما فيش مشكلة. لو تخلف حكم الإباحة عن هذا الوصف في بعض الصور لا يكون قادحا، لأن الحظر خلاف الأصل. طب الحظر ليه خالف الإباحة؟ فهمنا. لأن بعض الناس بتتصور، تصورنا، عايزين نفهم بقى ما الفرق بين الحظر والإباحة. قال له: الحظر على خلاف الأصل، لأن مش الأصل في الأشياء الحظر، فتقدم الإباحة عليه بخلاف العكس. مثال ذلك: الإباحة في التفاح، كان يقال مثلا: لا يحرم الربا في التفاح لعدم الاقتيات، فهذه علة مبيحة. لا يحرم الربا في التفاح، يعني الربا في التفاح ايه مثلا؟ يعني جائز، يبقى دي علة مجيزة. مبيحة يعني جائز، فهذه علة مبيحة. فإذا افترضنا ان في صورة تخلف فيها الحكم، يبقى لا يضر ذلك التخلف في ان هذا الوصف علة، يعني لا يضر التخلف في كون ذلك الوصف علة. اللي هو ايه؟ اللي هو التفاح. بنقول التفاح يجوز بيعه بعضه ببعض مع التفاضل، ده على سبيل المثال. طب ليه؟ قال: والله احنا في الصورة ديت يعني لم نجد يعني انه حرام، لانه غير قوت. التفاح ليس قوتا، والربا انما حرم من اكل القوتية، بس وجدنا صورة من الصور تخلف هذا الحكم، يبقى لا يكون تخلف الحكم في صورة من الصور كار على هذا الوصف بكونه ليس بعلة، فهذه علة مبيحة. فإذا تخلف الحكم وهو عدم الربوية في صورة فيها مع وجود العلة المذكورة كما في الملح، لا يقدح بالتخلف حينئذ. طب ما هو الملح ايضا، خلي بالك، ما هو مش قوت، ولكن ده احنا بنقول مثلا حرم الربا في الملح. طب ما هو مش قوت، قالوا ماله، بس مع هذا تخلف الربا في الملح لا يجعل عدم الكيلية، او لا يجعل احنا بنقول ان هو قوت، لا يجعل عدم القوتية ليست علة لإباحة التفاضل.
مش فاهمينها؟ نضرب المثال ده، ده مثال اهو. مثال ذلك إباحة الربا في التفاح مثلا، بأن يقال لا يحرم الربا في التفاح. ليه؟ قال لأنه ليس قوتا. ماشي، يبقى جواز بيع التفاح بالتفاح مع المفاضلة جائز. ليه؟ قال له لأنه ليس قوت. يبقى عدم القوتية علة في جواز التفاضل، يبقى هو جائز اهو. جينا في الملح على سبيل المثال، وجدنا ان الملح مع انه ليس بقوت ولكن حرم التفاضل فيه، ما هو مش قوت، جميل، وحرم التفاضل فيه. يبقى هل يا ترى يكون كون ان الملح ده، كون ان الملح ده ثبت فيه الحرمة مع كونه ليس قوتا وتخلف حكم الإباحة عن عدم القوتية، ذلك يكون ناقض ونافي لأن هذا الوصف علة للإباحة؟ قال له لا. ليه؟ قال له لأن العلة في كل الصور ما عدا صورة التخلف أنتج الإباحة، فلا يكون في بعض الصور فيما إذا وجد الوصف وانتفى الحكم يكون ناقض لكون هذه العلة علة. ليه؟ لأنها علة مبيحة. طب والعلة الحاضرة؟ قال لا، العلة الحاضرة ينقض. وأما العلة الحاضرة فكما لو قيل تحرم المفاضلة في الربويات للكيل، تحرم المفاضلة في الربويات بسبب ان هي مكيلة، كل ما هو مكيل يبقى احرم التفاضل فيه. مثلا جينا في البرسيم، جميل، عارفين البرسيم ولا ما تعرفوهوش ولا ما دقتهوش؟ البرسيم ده عبارة عن يعني طعام للحمير. عارفين انتوا الملوخية المصري؟ هو كده شبه الملوخية المصري، اسمه ده البرسيم، اخضر كده كالملوخية. فالبرسيم ده طعام ليا مشايخ عافاكم الله تأكله البهائم. كان زمان شيخنا الشيخ علي جمعة ذكر لنا انه في الخمسينات قام بعض المصريين بعمل عصير برسيم، أخذ البرسيم وجعله عصيرا. ده هما مصريين دولت عباقرة يعني، ده حاجة عندهم ليها يعني يا مولانا شغل يعني. أكل الحمير، شاركوا الحمير في أكلهم، بدأوا يأكلوا الفول والحمير بيأكلوا فول، واخد بالك؟ مبدعين، واخد بالك؟ بيقولوا إن الكون كله متناسق، إيه الفرق ما بين الحمير وما بين الإنسان؟ ده خلق من مخلوقات الله وده خلق من مخلوقات الله. طيب كل ده هزار يعني. فيقول لك كده ان الربا يحرم في المطعومات للكيل في في كل مكيل. طب ما هو يبقى يحرم الربا بسبب الكيل، يبقى كل ما هو مكيل يحرم مقابلته بمثله أو بغيره مما اتفق معه في العلة. طب البرسيم، وجدنا بقى البرسيم جاز فيه بيع مثله بمثله مكيلا، فهل يا ترى تخلف الحكم هو الحرمة عن العلة وهي الكيل يؤدي إلى كون هذا الوصف ليس علة؟ في العلة المبيحة الحاضرة، في العلة المبيحة لا، لأن الحاضر ده خلاف الأصل. والتاسع، ضربنا بالأمثلة هو. والتاسع، فضل العاشر لسه خلاص قربنا، يقدح في المنصوصة
يعني يقدح في العلة المنصوصة إلا بظاهر عام، يعني إلا إذا كان هناك نص ظاهر أو كان هناك دليل ظاهر وهو عام فإنه حينئذ لا يقدح، كحديث الطعام بالطعام ربا، الطعام بالطعام ربا، قال في الحالة دي أهو بيقول إن الطعام إذا بيع بالطعام يبقى ربا، يبقى هنا الذي أثبت العلية هو النص. ويقدح في المنصوصة إلا إذا كانت ثابتة بظاهر عام، زي النص ده كده، أو الطعام بالطعام ده ظاهر وكمان عام. ليه؟ لأنه بيقول لك أهو الطعام يعني كل طعام، بكل طعام ثبتت العلية بهذا. وفي المستنبطة يعني ويكون كذلك قادحا في المستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط، ويكون كذلك قادح التخلف في العلة المستنبطة إلا إذا كان ذلك لمانع، يعني لوجود مانع أو لفقد شرط من الشروط فلا يكون قادحا. يبقى ده المذهب اللي هي مشايخ، ده المذهب العاشر. أما بقى لو ثبتت العلة بنص قاطع فتكون قادحة، يبقى في نص هو الذي يثبت العلية إن كان ظاهر وإن كان عام وحصل التخلف في صورة من الصور لا يكون قادحة. يقدح في المنصوصة إلا المنصوص يعني إيه؟ التي ثبتت بدليل قطعي فيكون قادحة. أما إذا ثبتت بدليل وهذا الدليل ظاهر وهذا الدليل عام فإذا تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور فلا يكون قادحا في الوصفية، في العلية مش الوصفية، ويكون قادحا في المستنبطة إلا إذا كان الفقد لوجود مانع ولتخلف شرط من الشروط. والعاشر إذا كان التخلف يعني تخلف الحكم مع وجود الوصف لمانع، ده بقى في العلة المستنبطة والعلة المنصوصة، أو فقد شرط أو في معرض بكسر الميم سواء سكون العين مع فتح الراء، معرض في معرض الاستثناء كالعرايا والمصراة، العرايا والمصراة ان هو هيبيع الشاه فبيقوم رابط اخلافها، رابط يعني يعني المحل اللي بينزل منه اللبن اللي هو ثديها بيربطها قبل ما يبيعها بكم يوم، فلما يجي الراجل اللي هيشتريها يجد ان الضرع منتفخ فيظن ان هي لبون فيشتريها، واخد بالك؟ طب ما هو انا لما باجي اردها بردها ومعاها صاع من تمر في مقابلة ما حلبته منه، طب ما هو طعام بطعام بس ورد على سبيل الاستثناء. شفت بقى حلوة الحتة دي؟ حلو، وانتم احلى ان شاء الله. او كانت اذا كان التخلف للحكم عن الوصف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء لا يكون قادحا. أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل، يعني كانت العلة ثابتة بدليل، هذا الدليل لا يقبل التأويل، يعني كان نصا قاطعا لم يقدح في كل الصور اللي فاتت دي، لا يكون التخلف قادحا في كون الوصف علة. وإلا يعني بأن كانت مستنبطة وليس معها واحد من الثلاثة اللي هو ليس معها المانع وليس معها فقد الشرط ولا في معرض الاستثناء كانت قادحة، وإلا قدحة، إلا يعني إيه؟ وإن لم تكن كذلك، يعني إن كانت
مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل، أو كانت، ما هي عندنا، أو كانت مستنبطة مع وجود مانع أو مع فقد شرط أو في معرض الاستثناء. إذا كانت تخلف المانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح. حلو، فهمنا. وإلا يعني وإن كانت تخلف لعدم مانع ولعدم فقد شرط أو لعدم كون ذلك في محل الاستثناء أو كان ذلك أو كانت يعني منصوصة بما يقبل التأويل فتكون حينئذ في محل القدح. للأصل المنصوصة التي تقبل التأويل ممكن ان احنا نأولها حتى تتوافق مع صورة الاستثناء او صورة التخلف. نقولها تاني ولا خلاص؟ قال والعاشر ان كان التخلف لمانع، ادي صورة، لفقد شرط، ادي صورتين، في معرض الاستثناء، ادي ثلاثة، او كانت منصوصة بما يقبل التأويل، ادي أربعة، لم يقدح. وإلا دي نفي لما سبق، يعني إن كان التخلف لا لمانع أو لا لفقد شرط أو ليس في معرض الاستثناء أو كانت العلة منصوصة بما يقبل التأويل، أدي الأربعة هم عشان تكتبهم في كتابك تبقى فاهم الصور، يبقى في هذه الحالة يكون قادحا. ما لها العلة المستنبطة؟ وإلا قادح. ما احنا قلنا لك وإن كان التخلف، تخلف الحكم عن الوصف لمانع، سواء بقى كان معاك انت بقى في المستنبطة لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء، لو بيتكلم عن المستنبطة كذلك والمنصوص، إلا إذا كانت المنصوصة ثابتة بنص لا يقبل التأويل، يبقى منصوصة ثبتت بنص يقبل التأويل، ثبتت بنص لا يقبل التأويل، أو مستنبطة وجدت مع تخلف المانع أو مع وجود أو مع فقد الشرط أو في معرض الاستثناء. يبقى عندك ثلاث صور عشان بس ما تلخبطش نفسك. إذا كان التخلف لمانع، تخلف الحكم عن ذلك الوصف سواء في العلة المنصوصة أو في العلة المستنبطة لمانع أو لفقد شرط أو في معرض الاستثناء، أو كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل، يكون التخلف غير قادح، لم يقدح. طب وإلا يعني، وإلا يعني بأن كانت مستنبطة وحصل التخلف لعدم وجود مانع أو لعدم فقد شرط أو في غير معرض الاستثناء، أو حصلت في المنصوصة التي تقبل التأويل، يبقى كان ذلك قادحا. أما المنصوصة بقى بما لا يقبل التأويل، لا يكون التخلف قادح لأن النص هو اللي أثبتها. فكيف تقول بأن التخلف يمنع من كونها علة؟ التخلف ده ظني، وإثبات النص القطعي لها ده يقيني، وإذا كان يعني القطع في مقابلة الظن قدم القطعي. فهمت؟ والخلاف معنوي لا لفظي، خلافا لبعضهم، يعني الخلاف في هذا القدح هو خلاف حقيقي وتنبني عليه ثمرات، وليس كما قال بعضهم هو خلاف يرجع إلى اللفظ وإلى العبارة. كفاية؟ طب كفاية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي بني صهيون. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن وقف معهم ومن حماهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا كريم، واحفظه من الشرار ومن كل عابث يا رحيم. اللهم عليك بالصهاينة وكل المرابطين المقدسيين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو عما مضى. اللهم إنا نسألك حسن النية والإخلاص. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.